أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بعض البلدان يجعلون القبور فوق بعضها أدوارا مع وجود مساحات يمكن الدفن فيها، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا صينت القبور والجثث صينت وحفظت، ما في بأس، لكن دفنها في الصحراء وكل واحد بقبر، هذا لا شك أن هذا أحسن، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه في البقيع. نعم.